اللهم صل على محمد وآل محمد. ورد عن إمامنا الرضا سلام الله عليه قال: إذا كثر الوباء في بلد فقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا ينفع شيء إلا الله، ما شاء الله ولا يصرف السوء إلا الله، حسبي الله الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، اللهم ارزقنا العافية ولا تفرق بيننا وبين العافية، يا خالق العافية برحمتك يا أرحم الراحمين.